وإلى ملف حيوي آخر، حيث قامت كل من دائرة الرقابة المالية ومديرية الجريمة المنظمة فرع صلاح الدين وشعبة الرقابة الصحية بعمل جولة تفقدية على الأسواق داخل مدينة تكريت لمراقبة الأسعار وتأريخ صلاحية المواد الغذائية وطرق تخزينها، إضافة إلى متابعة أهم إجراءات الوقاية من الحمى النزفية. وتم ضبط مخالفات عديدة وإحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لأخذ الإجراءات القانونية. وأسفرت عن ضبط اثنين من المخالفين، واحدا منهم متاجر بالمواد الغذائية الخاصة بالبطاقة التموينية والثاني مواد منتهية الصلاحية، وغلق ثلاث محلات للقصابة لعدم حصولهم على إجازة رسمية. يعني هذه مية اثنين أربعة ست ثمان، يعني 800 مواطن. هذا مو استندر، هذا مو استندر. هذا هو يجيب مثل 10 كيلو 20 كيلو. لا لا لا، هذا شوف هذا شلون نجي الصادقين، هذا مو من يمنا عيني، هذا مال شركتنا، هذا مال شركتنا. هسه انا حص 20 مال 20 نفر، عندك وصولات شراء بيها؟ لا ما يطول. شلون احتفظت بيها بدون وصولات شراء؟ وين الماكينه؟ شلون ما جايب من شلون احتفظت بيها بدون وصولات شراء؟ وين شوف؟ ضمن توجيهات المقر العام لدائرة الرقابة التجارية، تم تشكيل فريق عمل مشترك مؤلف من دائرة الرقابة التجارية والمالية في صلاح الدين ومديرية الجريمة المنظمة في صلاح الدين، وكذلك قسم الرقابة الصحية في دائرة صحة صلاح الدين، حيث قام هذا فريق العمل في اليوم الأربعاء 22/6 في جولة ميدانية رقابية لمتابعة أسعار المواد الغذائية والطحين، وكذلك متابعة المواد من حيث صلاحية الاستهلاك ومن حيث منشأ المادة ومن حيث عائدية هذه المواد، حيث تم خلال هذه الجولة الميدانية ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تم مصادرتها على الفور، وكذلك ضبط مواد من مادة الحمص والعدس تعود للشركة العامة لتجارة الحبوب لتجارة المواد الغذائية ضمن مفردات السلة الغذائية محفوظة في أحد المحلات بكميات غير منطقية، تم احتجازها واقتياد صاحب المحل ضمن التعليمات في قسم الجريمة المنظمة في صلاح الدين، حيث يتم التحقيق مع صاحب المحل عن عادية هذه المواد وكيف تم جمعها بالكميات، وكذلك وجدت في هذا المحل ماكينة خياطة لتعبئة وتغليف المواد، هذه تعتبر ضمن مخالفة الغش الصناعي التي حاسب عليها القانون العراقي. من خلال قناتكم الموقرة نحب ننوه للمواطن في محافظة صلاح الدين بأن الرقابة التجارية والجريمة المنظمة هي اليد الرادعة لكل من يتلاعب في قوت المواطنين أو كل من تسول له نفسه احتكار مادة أو غلاء أو تلاعب في أسعار المواد الغذائية والطحين. ومن خلال قناتكم كذلك نحب ننوه ان الشركه العامه لتجاره التصنيع لتصنيع الحبوب مستمره في تجهيز ماده الطحين للحصه الرابعه 2022، وكذلك استمرار تجهيز الوكلاء المواد الغذائيه بالحصه الرابعه من السله الغذائيه، وبذلك فان يعني كافه التزامات وزاره التجاره هي حسب السياقات وعلى ما يرام من حيث توفير المواد الغذائيه والطحين للمواطنين في محافظه صلاح الدين في عموم العراق. كذلك زياراتنا الميدانيه مستمره في متابعه الوكلاء المواد الغذائيه والطحين ومتابعه مخازن الشركه العامه لتجاره المواد الغذائيه في صلاح الدين.